ابراهيم عيسى نادوله. ابراهيم عيسى اخر لقاء اتعمل لسيد القمني كان مع ابراهيم عيسى. الناس حريفه التشكيك في الدين دول، الناس اللي بتحب تشكك الناس في دينها وبتحب تتطاول على الدين. عموما الغوا ندوه لابراهيم عيسى في معرض الكتاب، بيقول لك اصل تعرض لازمه صحيه. يلا بيقولوا ازمه قلبيه ولا بتاع، قادر يا كريم يا مسهل الحال يا رب.